بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله رمضان سعيد عليكم وعلى الأسرة، على الأسرة وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب، بالخير والشفاء يا رب، يا رب يشفي كل مريض. والنهاردة فيديو جديد هنفرجكم زهر المانجا. بصوا سبحان الله، سبحان الله على خلق الله، سبحان الله. الزهرة ده هي تطلع، زهر المانجا ده يطلع عناجيد عناجيد كده هو، وبعد كده ينور وتبقى حاجة رفنعة خضرة كده هو، تبقى هي المانجاي. بس بيحب بقى ايه، ترش دواء اسمه بياض، كل انواع البياض يحب يترش كل اسبوع كل اسبوع، وهو كده هو، وهو زهر كده بيتحب يترش كل اسبوع دواء اسمه بياض للفطريات والكله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، سبحان الله على خلق الله. وفي شهر 4 دهوت الشجر يطعموه، يعني اللي عاوز يطعم هي بقى تكون سكري، يطعموه عويس، يطعموه في مانجا اسمها نعوم، كل انواع اي نوع مانجا، سبحان الله على خلق الله، سبحان الله. والمية كتير، وتحب تشرب شجرة المانجا دي كل يوم، لازم نسقيها كل يوم كل يوم، شجر المانجا بيحب يشرب كل يوم. سبحان الله على خلق الله. سبحان الله، يطلع شبح عناجيد العنب كده، ويفتح نوار بسيط كده هوت، ويقفل بقى ايه على المانجاي فنطوعه كده هوت. وطبعا العنجود ده هوت يعني ممكن يكون احنا ورزقنا بقى، ممكن يمسك فيه 2 3 ممكن 6، ده كل واحد ورزقه بقى. العنجود ده هوت يعني بيوجح كله ويفضل فيها، وممكن لو احنا بقى ربنا رزقنا ممكن كلها تبقى مليانه، الشجر تبقى واقعه كده من كتر المانجا. كل واحد بقى وايه ورزقه. دي شجره برتقان زغنطوط، ازاي برتقان بصر لسه مجفله، رفنع رفنع خالص. برضو شجر البرتقان بيحب يشرب وبيحب يترش، لما نرشه المانجا كله الراجل يرش كله، ايام المانجا ده هيجي كل اسبوع الراجل يرش ويرش الشجر بحرارة. بص برتقان زغنطوط ازاي، سبحان الله على خلق الله. الخضرة ده هي تريح النظر وتريح الاعصاب. ومانجاية تانية اهي، شجرة مانجا تانية اهي، اهو عنجود المانجا اهو. والراجل جتع عاملين المانجا، خلى الشجر صغير خالص، يخلي عود واحد ويقطع كله ويطعم. انا نسيت نصور الطعم اللي الراجل طعمه، سبحان الله على خلق الله، سبحان الله. والنخلة اهي الراجل برضو جه دكرها، اللي هناك ده هي كوز الدكار، الراجل حاطط في جلبه الدكار وربطه وهي صغيره، كان حوده بيدكرها، كنا نجيبه كوز دكار نشتري كوز دكار وحوده لكن لما كبرت كده هوت ما بنعرفوش نطولها، الراجل هو اللي جه دكرها. سبحان الله على خلق الله، برضو سبحان الله، سبحان الله على خلق الله. ودي التوتة، دي توتة بيضة كنا شارينها شجرة صغيرة كده 100 جنيه، عود واحد كده اهو،
بس التوت الطويل اللي فيها الصغير ده، هي لسه ما لسه يا دوبك منبته، هي بيبقى الورق بتاعها كبير خالص، الورق بتاعها عريض. بس اهو اهو التوت الرفيع الطويل ده، الرفيع اللي الكاميرا مش عارفه تجيبه عادي اهو. ايوه هو التوت ده الرفيع الطويل ده، لسه بقى الورق بتاعها ده يبقى الورقة كبيرة كده عرض كده اهو، لسه منبتة. بس هو التوت كده بقى لما يتشيب يبقى ابيض رفيح كده اهوت، هي التوتة بيضة. الورق ده يكبر خالص يبقى عرض الايد الكف كده اهوت، والتوت ده اهوت يبيض، وهو الشكل ده بس اهو. بص الفنتوع ازاي اهو، ايوه هو الرفيع ده، هو الرفيع. سبحان الله على خلق الله، ساعة ما تخرج تخرج ورق وتخرج بالتوت. اهو ايوه هو التوت الرفيع، ما بيكبرش عن كده، بيبيض بس لما يتشيب يعني يبقى ابيض. هو دلوقتي اخضر، لما يتشيب يبقى ابيض كده وزي العسل. لما يتشيب نقعد نجمع كتير كتير طبق قد كده اهوت، طعمه لذيذ. في بقى زيها توته حمراء بتطلع الاول وبتشيب الاول، اما دي تشيب التوته البيضه بتتاخر. بص هو الرفيع الطويل ده، الرفيع هو ده التوت، مش توت زي اللي بيتباع في السوق. ايوه اهو بنى، بص اهو التوت هو الرفيع، هو الرفيع الطويل ده التوت. لسه بقى ايه لما الورق يكبر تبقى مش باينه من الورق بقى، وبتكبر بشكل فظيع يعني بتكبر بسرعه اهو. ايوه التوته بتكبر بسرعه، ايوه التوت، ايوه هو ده رفيع. ازاي لما يتشيب بقى يبقى ابيض ويبقى زي العسل، اما التوته الحمراء في نوع هو التوته حمراء تكون طابت دلوقتي بتخرج وتطلع توت وتخرج قبل التوته البيضه دي. سبحان الله على خلق الله، احنا متعودين التوت اللي يكون قد عقله الصبح كده هوت ويكون اسمر او ابيض، اما ده سبحان الله سبحان الله سبحان الله على خلق الله.